بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 19. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، نقتبس الأضواء من فتاوى حبر الأنام وشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. قال في حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم: أما التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته والصلاة والسلام عليه وبدعائه وشفاعته ونحو ذلك مما هو من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعال المؤمن المأمور بها في حقه صلى الله عليه وسلم، فهذا التوسل مشروع باتفاق المسلمين، وكان الصحابة يتوسلون به في حياته، وتوسلوا بعد موته بالعباس عمه كما كانوا يتوسلون به صلى الله عليه وسلم في حياته. وأما قول القائل: اللهم إني أتوسل إليك به، فالذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجوز، لأن ذلك إقسام على الله بمخلوق، ولا يجوز الإقسام على الله بأحد من خلقه، لا من الملائكة ولا من الأنبياء، فإنا لا نعلم أحدا من السلف ولا أئمة قال إنه يقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما لم يقول إنه يقسم بغيره مطلقا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. والدعاء عبادة، والعبادة مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع. وقال أيضا: وقد أرسل الله رسوله إلى الثقلين الجن والإنس، فعلى كل أحد أن يؤمن به وبما جاء به ويتبعه في باطنه وظاهره. والإيمان به ومتابعته هو سبيل الله، وهو دين الله، وهو عبادة الله، وهو طاعة الله، وهو طريق أولياء الله، وهو الوسيلة التي أمر الله بها عباده في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فابتغاء الوسيلة إلى الله إنما تكون لمن توسل إلى الله بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه. وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد باطنا وظاهرا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موته في مشهده ومغيبه. لا يسقط التوسل بالإيمان به وبطاعته عن أحد من الخلق في حال من الأحوال بعد قيام الحجة عليه، ولا طريق إلى كرامة الله ورحمته والنجاة من هوانه وعذابه إلا بالتوسل بالإيمان به وطاعته صلى الله عليه وسلم. وهو صلى الله عليه وسلم شفيع الخلائق، صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، وهو أعظم الشفعاء قدرا وأعلاهم جاها عند الله، لكن شفاعته ودعاءه لغيره إنما ينتفع به من شفع له الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا له، يعني في حال حياته صلى الله عليه وسلم، كما كان الصحابة يتوسلون إلى الله بدعائه وشفاعته، وكما يتوسل الناس يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ربه لهم وبشفاعته لهم. ولفظ التوسل في عرف الصحابة أنهم كانوا يستعملونه في هذا المعنى، أي التوسل بدعائه وطاعته واتباعه. التوسل بدعائه وشفاعته ينفع مع الإيمان به، وأما بدون الإيمان به فالكفار والمنافقون لا تغني عنهم شفاعة الشافعين في الآخرة. ولهذا نهي عن الاستغفار لعمه وأبيه وغيرهما من الكفار، ونهي عن الاستغفار للمنافقين. قيل له: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم. ولكن الكفار يتفاضلون في الكفر كما يتفاضل أهل الإيمان في الإيمان. قال الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. والشفاعة للكفار بالنجاة لهم من النار،
بالنجاة لهم من النار والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء جاها. ومثل شيخ الإسلام بالخليلين محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، حيث منع محمد صلى الله عليه وسلم من الاستغفار لعمه أبي طالب، ومنع إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الاستغفار لأبيه. وأورد الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم قال رحمه الله: فلفظ التوسل يراد به ثلاثة معان: أحدها التوسل بطاعته، فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به. الثاني التوسل بدعائه وشفاعته، وهذا كان في حياته صلى الله عليه وسلم ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعته. والثالث التوسل بمعنى الإقسام على الله بذاته صلى الله عليه وسلم والسؤال بذاته، فهذا هو الذي لم يكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه، لا في حياته ولا بعد مماته، لا عند قبره ولا عند قبر غيره. ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم، وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة أو عمن ليس قوله حجة. وهذا هو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز ونهوا عنه، حيث قالوا: لا يسأل بمخلوق ولا يقول أحد أسألك بحق نبيك. وقال أبو الحسين القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز، لأنه لا حق للخلق على الخالق فلا تجوز وفاقا. قال الشيخ رحمه الله: ومن أطاع أمرهم الذي بلغوه عن الله كان سعيدا، يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكن ليس النفس مجرد قدرهم وجاههم مما يقتضي إجابة دعائه إذا سأل الله بهم حتى يسأل الله بذلك، بل جاههم ينفعه إذا اتبعهم وأطاعهم فيما أمروا به عن الله أو تأسى بهم فيما سنوه للمؤمنين، وينفعه أيضا إذا دعوه وشفعوا فيه. فأما إذا لم يكن منهم دعاء ولا شفاعة ولا منه سبب يقتضي الإجابة، لم يكن مستشفعا بجاههم، ولم يكن سؤاله بجاههم نافعا له عند الله، بل يكون قد سأل بأمر أجنبي عنه ليس سببا لنفعه. ولو قال رجل لمطاع كبير: أسألك بطاعة فلان لك وبحبك له على طاعتك وبجاهه عندك الذي أوجبته طاعته لك، لكان قد سأل بأمر أجنبي لا تعلق له به. وكذلك إحسان الله إلى هؤلاء المقربين ومحبته لهم وتعظيمه لأقدارهم مع عبادتهم له وطاعتهم إياه، ليس في ذلك ما يوجب إجابة دعاء من يسأل بهم، وإنما يوجب إجابة دعائه بسبب منه لطاعته لهم أو سبب منهم لشفاعتهم له. فإذا انتفى هذا وهذا فلا سبب. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله لاستكمال موضوع التوسل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.